واش صافي؟ مرحبا بكم في فيديو جديد. كنتمنى لكم كلشي بخير على خير ويكون كلشي سيستم مزيان وفي مورال طوب كما العاده. باش ما نطولش عليكم ان شاء الله في هذا الفيديو هذا غيكون واحد ريفيو ديال بيكان نيمار 50 سي سي بلا بيرمي وبلاكه صغيره. هادشي كامل اللي نتوما كتقلبوا عليه وسهل انك تكون كتعرف السوق ولا ما كتعرفش السوق غادي تعرف تمانيبيولي هذا الموتور. باش ما نطولش عليك نطلقوا مور انترو خليكم معنا. البيكان نيمار 50 سي سي كما كتعرفوا عليها انها بلا بيرمي 4ام في فيتاس وكتصاك كما قلت لكم بلا بيرمي. وفوق هادشي اللي حاجه اللي زوينه وهي انها قانونيه و 50 سي سي في الماكينه. هاد الموتور تبارك الله كما كتشوفوها هو كيبان لكم الديزاين ديالو والحجم ديالو اللي واعر تبارك الله معمر العين في الشوفه وانت في الديزاين ديالو تبارك الله اللهم بارك. بلا بيرمي كتصاوب بلا بيرمي و 50 سي سي بلاكه صغيره كما عارفين. كما قلت لكم لي فيتاس ديالو راه 4ام بروميير دوزيام تروازيام 4ام. غير هو كاين واحد الحاجه بغيت ناكد عليها بالنسبه للبيكان. كما كتعرفوا بيكان واحد لامارك اللي كان فيها غير بحال الشكل ديال بيكان سبرينغ فهمتيني داكشي ما موالفينش انه كيخرجوا لنا بحال الديزاين هذا موتور لي رودستر ديال وسط المدينه. المهم ما عليناش فيه الفيتاسات كاملين لتحت موتور كبير كما كنعرفوا السيستم ديالو سيستم امريكان بروميير لتحت وما تبقى كلشي الفوق هذا لا كلشي لتحت. وما راكم عارفين من هنا لقدام ان شاء الله يقدر يكون شي تغيير ولا شي لعيبه وتولي حتى هي كبحال الموتور كبار 100%. المهم باش ما نطولش عليكم شوف معايا الموتور كيفاش كيبان تبارك الله. قرب ليا الموتور متع ليا المشاهد يشوف ليا الموتور كيفاش داير. شوف الكل عاطينه واحد البو بحال اللي كاين في السيماتي بحال اللي كيديروا السيماتي. المهم الموتور تبارك الله زوين بارابول القدام راه داير بحال السيماتي ام تي فهمتي وبحال الان في غوستا. المهم كيما شفتوا معايا راه الموتور تبارك الله الفرش الذهبي راه اللهم بارك واش فهمتي كاين الصح. بالنسبه لي بنور غنعطيكم العبارات ديالهم وحنا نمشيو ايتاب بار ايتاب. البوفي اللهم بارك حتى هو زوين فيه دو بلاص هنايا داكشي ناضي. بالنسبه لي كوموند ديالو راه باينين بلا ما نبقاو نعاودوهم كل مره راه حاجه راه باينه. الكيل سويتش راه هي هذه لي سينيور كود فار لابيل فار هاد لي مانيت هادو ما كيتبدلوش هذا ستارتر بنادم. الفيديو اللي كان فات ما عرفتش ديال اين موتور كانوا سولوني قال لك حكيم في المانيطه ديال الليسر واحد الحاجه شفناها لتحت اجي قرب معايا باش تاكد باش ما تبقاش عاود تسولني هذا السؤال. هذا ستارتر هذا الصباح الا كنتي غادي ديماري ولا شي حاجه اولا بغيتي بقيتي كضرب ما بغاش يهبط لك ليسونس. المهم الا كان شي مشكل ولا شي وسيخه ولا شي حاجه كتجبد وكديماري كيعاونك ان ليسونس كيدوز كثير كديماري وديك الساعه باش كديماري الموتور كترد ستارتر بلاصتو حتى لهنا مفاهمين. بالنسبه للركبه اللور دابا البنادم ولا كيسول على البلاصه اللور واش مرتاحه ولا لا. وي مرتاحه ديال بصح هانتا كتركب مرتاح فهمتي قريب الا بغيتي تشد هنا عندك هنايا الا بغيتي تشد هاي بوزيسيون مزيانه ماشي بحال الاخرين كتكون ها يقدر الا كسيره تلاح هاي بوزيسيون هي هذيك واللي قدامك راه هو حتى هو مرتاح. كلشي كيسول على لوبتيك ديال الموتور كيفاش الديزاين ديالو كيفاش كيشعل كيفاش كذا كذا كذا. اجي معايا نعطيك الديتاي ديال الديتاي ديال الديتاي. قرب ليا الموتور ان شاء الله نشوفو كيفاش داير. هذا هو لوبتيك ديالو باين الدور كونتاكت فيه الضو ديما شاعل انتغري وفيه واحد لي ليد هنايا ها هما واحد لي ليد زوينين عاطين الديزاين. انا ندرك لكم هنا باش تبان لكم هذه شاكي شاعله. المهم عندك الفار هو دا اللي كيشعل لتحت باين و لابيل دفار نفس الحاجه. اذا لابيل دفار راه مجهده راه كنظن ان دايرلو الليزر ماشي حتى الفولاد لا غيكون الليزر في هذا لقاش فيه واحد الضو مجهد تبارك الله بالليل راه كيضوي راه مكاينش. الكونتور ديالو اجي تشوف معايا الطابلو ديالو كيفاش داير. عندك فين كيبين لك لي رابور ها هما شوف ليا لي رابور هنا بروميير هاي بلاتي ها البامور فين شاعل الفوق نوتخ الان راه باينه البلاصه ديال ليسونس هي هادي لي تور باغ مينوت هما هادو ديال الموتور الفيتاس اللي غادي بها والكيلومتراج راه الموتور راه باقي جديد 1219 كيلومتر راه ما ضارب حتى شي حاجه. كيكون هذا هو الطابلو ديالو باين. بالنسبه لي سينيو فاش كتشعلو ماما فين كيعطيوك شتوهم باينه كلشي باين وواضح. ديماراج راه باين كلشي وادك
ما بقيتش بغيت نعاود لكم بلي هذا لومبرياج هذا الفران هذاك هادشي راه واضح ان كنعاودوه كل فيديو نفس الموتور يكون عنده نفس لي كوموند حاجه اللي باينه ديماراج من هنا الكيل سويتش فرانات طق 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 هادشي باين نتوما وليتو عارفينه الريزرفوار ديالها 15 لتر راه ولدي ما تجبد في الطريق ولا راه بنتي ما تجبدي في الطريق دابا راه خصنا نبقاو نهضروا ماشي مع الدراري خصنا نبقاو نهضروا مع الدراري ومع البنات لحقاش الطلب كثر على هاد الماطر هادو من طرف البنات ماشي حتى من طرف الدراري صافي سالا وقتهم دابا ولينا في الدريات هما اللي ولاو مع هاد الماطر هادو مرحبا باي واحد يا دراري يا بنات ما عليناش كما قلت لكم ريزرفوار 15 لتر راه تبارك الله راه خيره ماشي شي وحدين دايرين 11 دايرين 12 الريسك هذا 15 لتر يمكن لك تسافر به الدراري كيبقاو يطرحوا عليه واحد السؤال واش هذا الموطور هذا ممكن يشد به 40 كيلومتر يشد به 50 كيلو سافر سيدي راه بنادم بهذا الموطور هذا راه مشى حتى للصحراء مشى حتى للعيون واش فهمتي راه تريبا وبهذا الموطور المهم الماكينه راه ماشي واقفه الماكينه ناعسه راه باينه وراه قانونيه كاربيراتور بالنسبه للفريناج راه عندها فران د الله راه هو في الرجل شفتو كل فيديو فيه كسره في الجهه الاخرى راه باين البو عاطين واحد الصويط زواون بلاتي باش ما ننساش ليكم الديماراج انا نديماري دابا باش تسمعوا الصويط بلا لين ديالو بداكشي كلشي هو هذاك مريقل لحقاش كنبغي شحال من مره نسمعكم صوت الموتور وكننسى ولكن ماشي مشكل دابا تفكرتوا اي حاجه قلناها غادي نطبقوها في البلاصه يا بسم الله باش ما ننساش لكم واحد القضيه الموتور الا كنتي داير له بيكي الا كنتي داير البيكي وبغيتي ديماري راه ما غيديماريش سمع شوف ها هو راه بيكي كاين ها هو البيكي هنا راه ما غيديماريش بقا تضرب حتى للصباح تحرق البانديسك هو ما يديماريش ما غيديماريش الموتور والكيل سويتش راه طايح ها باش تكون عارف ولكن اون فوا غنحيد البيكي ها هو كاين اللي كيطرى له هذا البلان هذا كيعيط لديك لا ميزون يشرى منه الموتور راه ديماري الصباح ما بغاش يديماري ليا كذا كذا لا بحث شويه وقرا شويه باش تعرف شنو كاين كيما قلت لكم ندوزو لي بنو باش نشوفو العبارات ديال لي بنو الديمونسيون ديالهم القداميه كنظن انا باقي غنكتشف معكم داكشي اللي بغيت نقول لكم 110 70 17 اللورانيه غتكون 130 الا ما خفت نكذب وي 130 حتى اللورانيه 130 70 17 اجي شوف معايا شوفوا بعينيكم باش ما تقولش انا كنقول شي حاجه ما كايناش بغيت نعطيكم داكشي بالتدقيق ها هي 130 70 17 والقدام 110 70 17 110 70 17 حاجه اللي باين التساؤل اللي كيبقى يتطرح بزاف حكيم شنو كاين تحت هاد الكوسانات هادو ما كتوريناش شنو كاين انا دابا غنمشي معكم بعيد وبعيد بزاف باش تشوفوا لي معايا الكوسان هانتا بالنسبه للي بغيتي تفتح هاد الكرسي هذا انا لتحت كاين باتري هاد الموتور هذا كاين الماطر اللي كيكون عندهم باتري هنايا مسونطري الوسط لا هاد الموتور دايرين له باتري هنا هنا هاد الكرسي ما كيتحلش الا لو كنتي بغيتي ديمونتي كاريناج وشحال من حاجه اجي شوف معايا هانتا كونتاك ديال الموتور اللي كيديماري به هما دايرين له هنايا واحد القفل شتو تحت الفيروج الفيروج نسيت ما قلت لكم راه كريستال منين جينا هنا نوريكم هكا انا ملي غنفراني غيبان لكم كيفاش طريقه الشعله ديالو شتو راه كريستال قلت لكم عندنا هنا واحد القفل كدور غير نص دوره غير نص دوره راه كتسمع ديك التك راه تفتح ها هو دابا راه محلول ياك غير هو خاصك تجبد شويه لقدام وتحيد الكرسي واضحه شي الكرسي ديالو السنينات اللي كيكونوا داخلين ورا الباتري مديور هنايا وهادشي ديال السينيالات وكذا راه باهي واش فهمتوا حتى لهنا انا وضحت لكم باللي شنو كاين شنو مخبيين في هذا الموطور كتكون هذه هي البيكان نايمار 50 سي سي اللي قلت لكم انها كتصاك بلا بيرمي وبلاكا صغيره الانفورماسيون ديالها عطينا واحد ريفيو اللي صغير كما كنقولوا خفيف وظريف مابقاش نطول لكم نعطيكم شي حاجه تخربيق اللي ما تستافدوا منها حتى شي حاجه كنعطيكم انفورماسيون اللي غادي تستافدوا منها ولا تكون كتقلب عليها لو كنتي بغيتي تشري هذا الموتور هذا وضحت لك كل شيء
كونسوماسيون ديالو راه ما كياكل حتى شي حاجه في الطريق تبارك الله راه كاين الجهد شحال من حاجه بالتجربه ماشي ما كنقولش له غير هكاك حيت قالوا لي ولا لا لا هادشي بالتجربه الدري اللي شرا هذا الموتور هذا كونسوماسيون فيه مزيانه راك عارفين البيكان من غير هاد الانواع هذا كاع بيكان راه ما كتاكلش ليسونس حاجه اللي باينه هذا الموتور هذا حتى هو نفس الكونسوماسيون راه زين شوف دابا غادي ندوزو للسينيماتيك ديال الموتور وحنا محركين به كيفاش كيبان وانت غادي بالموتور من بعيد الشوفه ديالو كيفاش داير وغادي نطلقوا في الاخر الفيديو باش نقول لكم كيفاش جاني في الطريق ديالو والسوقان وغادي يكون سالي الفيديو ديالنا تنطلقوا في فيديو جاي ان شاء الله ولكن خليكم معنا حتى الاخر ان شاء الله مع شي موتور جديد ومع شي حاجه جديده باش ما نطولش عليكم بيكان نايمر 50 سي سي اللي بلا بيرمي وبلا كاس صغيره هي هذه لي زانفورماسيون ديالها كاملين السينيماتيك ديالها واعره تبارك الله مرتاحه في الطريق وشحال من حاجه شوف باش ما نطولش عليكم وديديكاس ديديكاس لواحد السيد اللي ديما كيقول لي علاش اخويا ما كتبغيش تقول لي رانا ديما حاضر اللي هو الار اس كوبر المقاتله ديالنا هذه اللي كنهزو فيها الدوزان وكيركب عليها السير مصور وشحال من حاجه شوف باش ما نطولش عليكم نتلاقاو في الفيديو الجاي تحياتي عرفتكم ما نسيتوهاش صاليد موطار نعز بكم.